تابع مشاهدينا صباح اليوم، مثل ما ملاحظين عم نجرب نضوي على كل ما يطمئن المواطن، لأنه مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي من أولويات الإسعاف النفسي الأولي هو الشعور بالاطمئنان، الشعور بالتعاطف والمساندة، الشعور بالأمان قدر الإمكان، خصوصا لأهلنا يلي نزحوا من المناطق المنكوبة. إذا فينا نقول معي عبر تطبيق زوم دكتور جورج براكس، رئيس مجموعة براكس بتروليوم. صباح الخير دكتور براكس. صباح النور إليك وللمشاهدين الكرام، والله يحمي لبنان. الله يحمي الجميع ويحمي وطننا. دكتور براكس، طبعا الاتصال فيك هو نطمن حول المخزون أمام هالسيناريوهات المتصاعدة يوميا. هل مخزون البنزين كافي؟ شفنا امبارح بعض المحطات رفعت خراطيمها، شفنا توافد أكيد الناس، ومثل العادة يعني الخوف دغري بيخلينا غرائزيا نشعر أنه بدنا نأمن حالنا. شو الواقع؟ يعني ردة فعل العالم ليت اللي صار هاي الضغط على المحطات ردة فعل طبيعية، يعني نعم. الإنسان بلاقي في حرب في كذا بده يأمن حاله، مثل ما صار على المحطات صار على السوبر ماركت كمان صار على الأفراد، هذه ردة فعل طبيعية. ولكن الوضع طبيعي بالنسبة لتوزيع المحروقات، المخزون في مستودعات الشركات المستوردة في مخزون كافي، الاستيراد عم بيصير بشكل طبيعي لأنه خط البحر معه مفتوح، وطالما خط البحر مفتوح نعم. أيا كانت التطورات الاستيراد بيضلوا طبيعي، والمحروقات بتضل مأمنة مثل كل أنواع السلع المستوردة. نعم. هو الشركات عندها مخزون كافي، الوضع على المحطات من امبارح الصبح كان وضع طبيعي جدا على المحطات، التوزيع من قبل الشركات. نعم. طيب بس نقول دكتور براكس المخزون كافي، خلي كمان طبيعي، عندك مشكل بسيط بس. عندك مشكل بسيط بس هو بالمناطق اللي بيصير في صافي هي قدرت توصل لصالح لتوزيع المخزون. نعم. في بعض هاي المناطق قضى العاصفه هون في عندك بعض الصعوبات لحتى يقدر يوصل، ولكن التوزيع عم بيكون طبيعي بالسوق المحلي. نعم، بس نقول دكتور براكس انه المخزون كافي، بنقصد على قديم مدى زمني، وشو هي المؤشرات يلي ممكن يعني تتصاعد او تصير لحتى نبلش نقلق على مخزون النفط؟ يعني انا عم اقول لك طالما يعني الاستيراد بيصير بمجرد برنامج وصول بواخر، كل شركه مستورده او كل مجموعه شركات مستورده في عندهم اتفاق وبرمجه عن تجلي البواخر، لهلا عم تجي بشكل طبيعي، والمخزون كافي كحاله طبيعيه ما في مشكله. ولكن الخطر بيصير وقت اللي بيوقف الخط البحري، يعني بيصير في حصار، بتتأزم الأمور، بتروح تطورات دراماتيكية كبيرة، بس يتسكر خط البحر ببطل في قدرة على البواخر تقدر تفوت على لبنان، ببطل تقدر تستوردي السلع المستوردة. هون ببلش المشرح، عشناها بال 2006، نحن بحصار 2006 شفنا انه صار في حصار لمدة عدة أشهر على البحر، المخزون خلص بلبنان، وصرنا نحن بعد نجيب شيء من سوريا شيء من تركيا لحتى نأمن الأسواق المحلية، وهون بيصير في أزمات. ولكن طالما خط البحر مفتوح الاستيراد بضله طبيعي. نعم. وقت نقول انه يعني انت عم بتطمن انه المخزون كافي، الاستيراد من البحر بعده مستمر، يعني كمان الاسعار ما لازم تتاثر. الاسعار طبيعيه، بعده عم يطلع جدول تركيب اسعار، امبارح طلع جدول تركيب اسعار، انخفضت اسعار البنزين والمازوت، الجمعه بيطلع جدول كمان رح تنخفض كمان اسعار البنزين والمازوت، ارقام صغيره يعني، واسعار المحروقات على المستوى الدولي هي اللي عم بتاثر على جدول تركيب الاسعار، والمحطات كلها والقطاع المحروقات كله عم يلتزم بهذه الاسعار، اسعار طبيعيه جدا. نعم. لاحظنا انه في انخفاض كان بسيط بالايام القليله، تتوقع حسب يعني طبعا السوق الدولي انه يستمر؟
يعني هلا نحن على مرقنا بمرحلة كبيرة، كان في انخفاضات كبيرة، هلا الانخفاضات رح عندك بعد الأسبوعين بعد تراجع بأسعار المحران، ولكن بكميات بسيطة. ليه؟ لأنه الأسعار النفط على المستوى الدولي رجعت ارتفعت لحدود ال 74 يوم الصبح 74 دولار و73 سنت برميل النفط البرنت. ولكن هيدي بتنعكس على لبنان، بدنا نشوف بعد يعني صرنا باخر التراجعات هلا بالاسعار. نعم بنهايتها، ولكن صارنا عده اشهر عم تتراجع الاسعار. نعم، اذا دكتور جورج براكس عم نطمن الناس انه المخزون كافي على الاقل طالما الاستيراد عبر البحر بعده مستمر ولا داعي للتهافت يلي عم بيصير من قبل الناس. يعني نصيحة كمان دائما بنذكر المواطنين انه ما بتحرز الواحد يخزن بنزين ومازوت عنده بالبيت، لانه خطر على السلامة العامة صح كبير، والبضاعة متوفرة بالاسواق بشكل طبيعي، يعني ما لها لزوم. نعم، شكرا دكتور جورج براكس على هالاطلالة.